موعد جديد لعالم الصحافة عبر الرياضية، خالد البيشي وأنا محمد خاتم نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة، والذي بإمكانكم أن تشاركوا فيه عبر هاشتاغي الذي يظهر أمامكم طوال هذه الحلقة في أعلى الشاشة، هو عالم أندرسكور الصحافة. في كل حلقة من برنامجكم عالم الصحافة نقرأ في أخبار الصحافة، نفصل في تقاريرها وتحقيقاتها وما جاء في مقالات كتابها، ونقف عند الحوارات وعند الكثير من المواضيع التي تطرح في الصحف السعودية لهذا اليوم، وكذلك ما يأتي في هاشتاغ البرنامج من مشاركات لكم وآراء وأسئلة وأطروحات. وأهلا خالد. أهلا محمد، أهلا مشاهدينا الكرام. لن أضيف كثيرا على ما ذكره الزميل محمد خاتم في هذه البداية الجميلة في هذه الحلقة برنامج عالم الصحافة، التي نتمنى من الله تعالى أن يوفقنا إن شاء الله تعالى لأن نقدم مع الزملاء الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة مزيدا من الفائدة لكم مشاهدي الكرام أثناء تواجدكم في أو خلف شاشة القناة الرياضية. دائما البداية مع الأخبار السريعة محمد. صحيح خالد، نبدأ. أولا من صحيفة الشرق، اجتمع برؤساء اتحادات السلة واليد والطائرة عبد الله بن مساعد يكرم الحكم الحازمي بعد تألقه في مونديال السلة. تفاصيل هذا الخبر، قالت كرم الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد كرم في مكتبه أمس الحكم الدولي لكرة السلة حاتم الحازمي نظير المستوى المميز الذي ظهر به خلال مشاركته الأخيرة في إدارة مباريات كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 16 أو 19 سنة. وكذلك اجتمع الرئيس العام مع رئيس اللجنة الأولمبية، اجتمع بمكتبه برؤساء اتحادات كل كرة السلة والطائرة وهم الأستاذ محمد السلام والطائرة فهد حريشي، وأيضا مع رئيس مجلس اتحاد كرة اليد تركي الخليوي. وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عديد المواضيع المتعلقة بمسيرة تلك الاتحادات حتى البارحة. أما في صحيفة سبورت الإلكترونية، سعود المهندي مرتاح لاستعدادات الكويت لاستضافة خليجي 23. طبعا هذا الخبر ذكر فيه أنه كان هناك تأكيد من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد منصور اليوم، ذكر فيه حرص الهيئة على تسخير كافة إمكاناتها لإنجاح بطولة خليجي 23 والمقرر إقامتها في 22 من ديسمبر من العام الجاري، وتجهيز جميع الملاعب وفق الشروط التي تحددها لجنة التفتيش على جاهزية ملاعبها. فكتبت اتحاد القدم ينظر في طلب الأندية خلال اجتماعه المقبل تعليق قرار إلغاء المحترف الآسيوي. التفاصيل، علق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار إعفاء الأندية غير المشاركة في دوري أبطال آسيا من التعاقد مع اللاعب المحترف الآسيوي وفتح مجال التعاقد مع 4 لاعبين غير سعوديين دون قيود. ينتظر أن يبت مجلس إدارة الاتحاد في هذا الأمر خلال الاجتماع المقبل. أما في صحيفة الرياضي، غالب يترك النصر، غادر إلى الدوحة ويخضع للتأهيل في سباير. طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الرياضي، تقرر أن يغادر اللاعب إبراهيم غالب إلى العاصمة القطرية الدوحة بغرض مجددا لعملية تأهيل مكثفة في أكاديمية سباير هناك، وذلك بعد الاتفاق ما بين الأجهزة الفنية والإدارية والطبية. من الرياضي إلى النادي، والتي كتبت برناوي مجانا مقابل العبيد، اتفاق جنتلمان بين إدارتي النصر والقادسية.
في التفاصيل، كشفت إدارة أو مصادر النادي المطلعة، النادي الصحيفة هنا، كشفت مصادرها المطلعة عن اتفاق جنتلمان بين إدارتي نادي النصر ونادي القادسية يقضي بإسقاط المدافع ياسين برناوي مجانا لمصلحة بني قادس مقابل التعاقد مع الظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد نهاية الموسم الجاري بالإضافة لمقابل مالي مجزي. وفي صحيفة المدينة، الظلام والغبار يوقفان تدريبات أو يوقفان تدريبات العميد وبوصوفة يجتاز الفحص. اجتاز المغربي مبارك بوصوفة الكشف الطبي الذي أجري له في مدينة دبي الإماراتية تمهيدا لانتقاله إلى نادي الاتحاد. من جهة أخرى، اضطر الجهاز الفني للفريق الاتحادي بقيادة الروماني بولاني إلى تأخير الحصة التدريبية يوم أمس بسبب انقطاع التيار الكهربائي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي وعلى كامل الحي الذي يقع فيه النادي، وبوجود موجة من الغبار اجتاحت مدينة جدة، وذلك في إطار تحضيرات لمواجهة فريق الفيصل يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين. الخبر الذي يليه من صحيفة الجزيرة والتي كتبت: النصر يوافق على إعارة مصعب الأتيبي للخليج. تفاصيل الخبر، قالت بأن إدارة نادي النصر وافقت على إعارة متوسط ميدان الفريق مصعب الأتيبي إلى صفوف نادي الخليج على سبيل الإعارة لموسم واحد، وسوف تتم مراسم التوقيع اليوم في مقر نادي الخليج. وفي صحيفة الجماهير، طيف يلف حول المضمار والأسطى يواصل التأهيل. هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الجماهير الإلكترونية، بدأ اللاعب أحمد عطيف في تنفيذ برنامجه اللياقي باللف حول المضمار، وذلك بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي الطبي، فيما واصل اللاعب عبد الله الأسطى برنامجه التأهيلي الطبي في عيادة النادي، وذلك بعد تعرضه للإصابة بتمدد في أربطة المفصل في مباراة الشعلة الأخيرة. أما الرياض، كتبت: الخضير أو عسيري الاتحاد هدف شبابي. إذن هذا كان عنوانا من صحيفة الرياض لهذا اليوم بعسيري. طبعا فيما يتعلق بتفاصيل اللاعب العسيري، يبدو انه لم يصل مع نادي الاتحاد الى اتفاق، ويبدو ان فترة الستة اشهر التي تسمح للاعب بالانتقال الى اي نادي اللي يسمونها الفترة الحرة، صحيح، يبدو ان اللاعب دخل في هذه الفترة ويقال ويذكر انه يتواجد الان في الرياض لانهاء الاجراءات مع احد الاندية العاصمية، ولكن من خلال الخبر الذي قرأته قبل قليل يبدو انه مع فريق الشباب. هو ايضا الشباب اقرب، وكان في دخل في مفاوضات حسب مصادر صحفيه، دائما دخل مفاوضات مع اللاعب واعاره او اعتقد مقايضه مع اللاعب حسن معاذ في نادي الشباب. كل هذه لا زالت احاديث صحفيه، الى الان لم يصدر شيء رسمي بهذا الخصوص لا من طرف اللاعب ولا من طرف النادي. اذا اما صحيفه الرياضيه خالد، فكتبت: الخضير ننتظر حقوقنا من الهلال. وفي صحيفة الرياضية مشاهدين الكرام، تطرق الخضير المستحقات المالية التي تنتظرها إدارته مع أندية أخرى، وقال: تبقى مليون ريال من صفقة انتقال فيصل درويش للهلال الموسم الماضي، وإدارة الهلال وعدتنا بتسديدها الفترة المقبلة. أما بالنسبة لمستحقات انتقال أحمد كسار فتم استلامها كاملة فور توقيعه، وهي 6,800,000. أخيرا من صحيفة المدينة، والتي قالت: الاتفاق يقترب من استعادة يوسف السالم. توقعت مصادر صحيفة المدينة قرب استعادة نادي الاتفاق لاعبه السابق يوسف السالم مهاجم الهلال الحالي. كانت أنباء قد ترددت بقوة داخل نادي الاتفاق عن اقتراب النادي من استعادة لاعبه أو من توقيع مع لاعب محلي يلعب في خط الهجوم للاستفادة من خدماته في دوري الدرجة الأولى. مصادر المدينة قالت لها أنه قد يكون يوسف السالم وموعد لعودته للاتفاق
من خلال هذا الخبر الأخير من صاحبة المدينة. كانت هذه أخبار سريعة. خالد، وش اللي لفت نظرك من الأخبار؟ تحس أنه يعني خلينا في أخبار الحقائق، وش الخبر اللي تتوقع أنه؟ والله 11 خبر قرأناها قبل قليل، أعتقد أنه الخبر اللي كان من الممكن يعني نتكلم عن أنه خبر حقيقي اللي هو خبر طيف والأسطى، يعني هي الأخبار التي يمكن نقول أنها أخبار مؤكدة. أيضا الخبر الأول اللي هو اجتماع رئيس العام لرعاية الشباب برؤساء الاتحادات، يمكن هي من الأخبار التي يمكن القول أنها أخبار مؤكدة، ولكن أيضا حق المدينة الظلام والغبار يوقفان تدريبات مغادرة العميد، مغادرة وصفة. غالب أيضا مغادرة في غالب، في أخبار يقينية والأخبار الأخرى دائما تقريبا تعتمد على التخمين، يعني تخمين أو مصادر الصحف التي لم تؤكد بعد. اليوم عندنا خبر زي مثلا اتفاق جنتلمان بين إدارتي النصر والقادسية. خالد، مصادر النادي هي من كشفت أنه سيكون في مقايضة بين ياسين برناوي وعبد الرحمن العبيد، الظهير اللي يعني اللي عليه الكثير من الكلام في أكثر من نادي. اليوم النصر حسب النادي يفكر بجدية، وياسين برناوي اللي كان وقع للنصر قبل شهر فقط أو أقل من شهر هو اليوم يعني بخمسة مليون، واليوم قد يكون الحلقة يعني خلينا نسميها الأضعف في التفاوض، أنه مبلغ مادي مقاول أيضا بالإضافة إلى اللاعب ياسين برناوي الذي كان حصر عليه النصر بخمسة ملايين. عموما إذا كان الحديث عن نادي النصر، أنا قرأت تقرير يتعلق بنادي النصر وعن الصفقات التي أجراها نادي النصر خلال الفترة الصيفية. يعني ذكر أن نادي النصر دفع في سوق الانتقالات أكثر مما دفعه فريق أرسنال الإنجليزي وتوتنهام الإنجليزي. أرسنال الإنجليزي أعتقد أنه دفع ما يقارب 15 إلى 16 مليون دولار، بينما توتنهام أعتقد أنه دفع 8 ملايين دولار، لكن النصر تجاوز هذا المبلغ بالصفقات التي أجراها الفريق النصراوي أو الإدارة النصراوية خلال هذا الموسم. لو تلاحظ أن هناك الكثير من الصفقات التي أجرتها الإدارة النصراوية، مايغا أيضا اللاعب مختار بالإضافة إلى اللاعبين المحليين اللي تم التعاقد معهم. فذكر هذا الخبر أن كمية، بس على كده الاتحاد بيصير برضو أعلى من أرسنال، يمكن يقارب الأندية الأكبر برضو. الاتحاد دخل فيه صفقات كبيرة وبمبالغ كبيرة أيضا. الاتحاد دخل مع مونتاري مبلغ كبير، دخل مع ريفاس مبلغ كبير، دخل مع عديد من اللاعبين. يعني خلينا نتكلم عن حجم 10 أو 11 لاعب محلي. خلينا نقارن إذا كنا نتكلم عن حجم الانتقالات، يعني إذا كنا ذكرنا أرسنال ك يعني معيار للمقارنة بين الانتقالات وفيما أنفق في هذه الانتقالات، نجد أن الأرسنال فقط لاعب واحد اللي هو بيتر تشيك. يعني مقارنة مش بهالطريقة، يعني لأنه لاعب واحد مقابل فريق يوقع 10 لاعبين، الاتحاد موقع 11 محلي وأربعة أجانب، هذا رقم كبير فريق كامل، طبيعي بيخليه مبلغ أيضا كبير بالنسبة للاتحاد. كذلك النصر أيضا عنده كثير من التعاقدات اللي أجراها، كل الأندية أعتقد كل الأندية، هذا رقم شو اسمه أرقام كبيرة فعلا في صرفية. ولو تقارنها أيضا بالمواسم الماضية، النصر الموسم الماضي أعتقد أنه أجرى يعني عدد تعاقدات أكبر من الموسم هذا من ناحية اللاعبين المحليين. أقصد قبل ما نروح للعناوين، الخبر اللي ذكرته وقرأته قبل قليل فيما يتعلق ب الاكتفاء ب أو دراسة اللاعب الآسيوي الرابع، يعني أنا أعتقد أنه في بعض الأندية اللي لم يتاح لها فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، أعتقد أنها حتى وإن كان لم تتاح لهم الفرصة، فأعتقد غالبية لعبتهم يعني من الآسيويين العرب، أعتقد أنهم هم الأنسب والأقرب وفقا لميزانيات هذه الأندية. هو لو حصرت، يعني هو غالبا اللي طالب الأندية غير المشاركة في آسيا، واللي يشاركون بآسيا غالبا هم 5 أندية: الاتحاد، الأهلي، شباب، إلى النصر. فهذه 5 الأندية اللي دائما تشارك. اليوم هذول لازم يشاركون بلاعب آسيوي على أساس مشاركتهم في دوري أبطال آسيا. البقية يطالبون بأن يكون في مرونة أنه يختارون لاعب أجنبي. ولكن هل إذا اتيحت هذه المرونة أخوي محمد ومشاهد الكرام، يعني هل سوف يكون اتجاه هناك لأفريقيا؟ لأن اللاعب الأفريقي هو اللاعب الأرخص وهو اللاعب الأنجح وهو اللاعب الذي يعني تجد أنه يعطيك داخل أرضية الملعب. يعني الدول الأوروبية يعني اتجهت لأفريقيا وبدأت تأخذ اللاعبين وهم صغار سن ودخلهم في أكاديميات بعدين تهيئهم، وبالتالي نجد أن اللاعب من خلال هذه الإجراءات التي يعني عملت له، نجد أنه لاعب قادر على أن يمثل أي فريق. جميل. ويشارك مع الأندية الكبار في الدوري الأوروبي،
وإذا لم تتح له الفرصة في المشاركة في دوريات أوروبا ممكن تتح له الفرصة في الشرق الأوسط. جميل. تتح له الفرصة أيضا في أنديتنا الخليجية بشكل عام. صحيح. عبد الله الحمود حط صورة واحد متلطم يقول هذا متلطم وش يحس به؟ والله ما أدري، أنا كاني فهمت أنه عضو شرف هلالي، بس خلينا نتأكد. نصراوي تيماء يقول النصر أكثر الفرق في التعاقدات المالية، سؤالي للبيشي هل يلتزم النصر بدفع هذه الأموال دون مشاكل ويتمنى ذلك؟ في نصراوي تيماء كيف شايف حال المادية للنصر؟ خلينا نخلص. والله أنا مالي مقرب من نادي النصر حتى أني يعني أقدر أجاوبك على السؤال هذا، لكن واضح أن الإدارة النصراوية لم تقدم على خطوة إلا حسبت لها الحساب. طيب التايب 14 يقول سؤال كبير يحتاج إلى إجابة مقنعة، لماذا لا تنقل مباراة الطائمة على العلم أنهم أكثر الجماهير بالأولى؟ يعني إن شاء الله أنه بكرة برد عليك التايب، لأنه عاد ثاني مرة أو ثالث مرة يجي نفس السؤال. سأسأل عن الأمر، أعتقد أنه في جدولة للمباراة المنقولة في دور الدرجة الأولى تنقل على قنوات السعودية، سأتأكد من ذلك بإذن الله بكرة راح يكون في رد. إبراهيم الحواس، ماجد المرشدي، سياف البيشي لاعبين مميزين في خط الدفاع، لا داعي لأجنبية تحدث عن نادي الشباب هنا. أعتقد سياف السنة الماضية ما لعب وبداية السنة أيضا ما لعب. عامر مسهري، أحذر الهلال من سيناريو الغرافة. ومان يقول خالد وين القرم المكسور؟ إبراهيم الحواس، مقبل السبيعي، الهلال يلعب اليوم مكتمل الصفوف عدا ياسر وعطيف، غير ذلك ننتظر التأهل فقط بإذن الله يا مقبل. أسيل عاشقة الزعيم، بالتوفيق للزعيم الليلة إن شاء الله يرجعون بثلاث نقاط والله يستر عليهم من الإصابات. جمال الشريف يقول بالتوفيق للزعيم يا رب بالتوفيق. هذا خالد بعض ما جاء في الهاشتاج. خلينا نروح للعناوين. إيش رأيك؟ عناوين رئيسي تفضل. في عناوين الرئيسية في هذه الحلقة مشاهدي الكرام، في صحيفة الرياضية عضو المسابقات يخلف زكي في إدارة المنتخب. وفي الموضوع ذاته في صحيفة الرياض، أصبح أحد المرشحين لخلافة الصالح السليم، تعصب الإعلام أضر الرياضة السعودية. وشرق الأوسط تقول في عنوان لها، الهلال يبحث عن العبور أمام الخوية القطري اليوم. وفي صحيفة الجزيرة، جماهير الزعيم تتوافد بحثا عن التذاكر، وإدارة الخوية تلتزم الصمت بحضور الرئيس الهلال يختتم تحضيراته لحاسمة الخوية. أما صحيفة الرياض فكتبت، الدوسري يقول انتظر المشاركة، دونيس قال لا تراخي الليلة وسنرفع شعار الهجوم. عكاظ كتبت، القدامى يحذرون اللاعبين، تذكروا الغرافة. والوطن أخبرت، مليون ريال للإطاحة بالزعيم. مكة عنوان الجيزاوي وغالب والرهيب يشعلون غرفة المنازعات. خالد بنروح مباشرة للخبر الأول. شو سالفة القلم المكسور؟ والله انظله وانكسر. شكله هو عجبه القلم، انظله وانكسر. انكسر على الهواء؟ ما أدري، بس أنا شفت القلم مكسور. يا ساتر. أو غطى القلم مكسور يعني شو بتفرق فيه؟ يكتب بس؟ أهم شيء إنه يكتب. طيب.
خلينا نروح للعنوان الأول من صحيفة الرياضية وأيضا من صحيفة الرياض. الأول من الرياضية: عضو المسابقات يخلف زكي في إدارة المنتخب. هو من الرياضية. قال محمد العسمي في هذا الخبر: بات عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم حمد الصنيع أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلفا للمدير الحالي الأستاذ زكي الصالح، والذي كشفت مصادر خاصة أمس أنه لا يجد قبولا واسعا بعد حديثة خروج 3 لاعبين من معسكر ماليزيا الثلاثاء الماضي في كوالالمبور، وذلك ضمن منافسات الجولة 4 من منافسات المجموعة الأولى للتصفية الآسيوية المشاركة أو المشتركة والمؤهلة إلى مونديال كأس العالم في روسيا 18 وكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات. وفقا لأحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد القدم، فإن اسم الصنيع يلقى تأييد كافة الأعضاء، إلا أنه طلب مهلة للتفكير في قبل إعطاء رده النهائي بسبب ظروفه العملية الحالية التي قد تمنعه أو تمنعه من قبول هذا المنصب. في خبر أيضا متصل من صحيفة الرياض وبذات المنصب، السليم يقول: تعصب الإعلام أضر بالرياضة السعودية. وهذا كان عنوان لصحيفة الرياض. في ذات الإطار كتبه نذير المقبل، قال السليم: تعصب الإعلام أضر بالرياضة السعودية، وهو أحد المرشحين لخلافة الصالح. في تفاصيل الخبر هذا كتب نذير: تحفظ عضو مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم محمد السليم تحفظ على الحديث حول تعيينه مديرا للمنتخب بدلا من زكي الصالح. قال العاملون في المنتخب السعودي يحملون الكفاءة والقدرة على إدارة دفة المنتخب، ومجلس الاتحاد حريص على أن يكون المنتخب في أفضل حالاته الإدارية والفنية، وهو بحاجة حاليا لوقفة الجميع. هو للوطن، ليس لذلك النادي، لهذا النادي أو ذاك، أو حتى لتلك الجهة الإعلامية دون غيرها. قال أنه بحاجة لإعلام صادق بعيد عن التعصب الذي نراه حاليا، وأضر كثيرا بالرياضة وبكرة القدم السعودية خصوصا. قال أيضا: في السابق لم نرى مثل هذا التعصب، ولدينا أن يخدم رياضتنا، واتهم الإعلام بذلك. هذا هو تو ما مسك خالد على طول وجه للإعلام قبل حتى هو مجرد مرشح. الله يعينه على الإعلام. أي والله. لا، الأستاذ محمد السليم يقول أنه تعصب الإعلام أضر بالرياضة السعودية، هذا يعيدنا المربع الأول من المتسبب في التعصب. هل الإعلام يحرك الشارع؟ الشارع حرك الإعلام إلى هذا المربع؟ في تفاصيل يعني على ذكر التعصب، يعني يمكن بخرج على الموضوع شوي. أنا تفاجأت، أنا قاعد أستعرض بعض الصحف اليوم في صحيفة إلكترونية حاطة استفتاء وذاكرة منهم أكثر الجماهير تعصب. يا ساتر. ذاكرة الاتحاد، الأهلي، الشباب، الاتحاد الأهلي، النصر، الهلال. حاولت إني أدخل استطلاع. صوتت كذا. لا لا لا. حاولت إني أدخل استطلاع بس فعلًا أنا مستغرب. لكن ربما يكون المانشيت أو لا يمكن داخل استفتاء. يعني بالله عليك إذا سألت الهلالي من أكثر تعصب من بيقول؟ ممكن النصراوي. والنصراوي بيقول الهلالي، يعني مع احترامي ما أدري وش الصحيفة هذه، بس بالله عليكم بهذا الاستفتاء، يعني مع احترامي لهم طبعًا وأيًا كان شغلهم، بس إنه ما تعتقد يعني هو في النهاية تقدر تقيس حتى الجماهير الهلالية اللي تتابعك والنصراوي تتابعك بدون ما تسأل السؤال إنه يعني من تشجع مثلًا؟ من أكثر من فكرة. التعصب، أنا التعصب أنا أذكر موضوع نوقش يعني من عشرات السنين وإلى الآن لم نجد يعني إجابة للسبب الرئيسي والحقيقي للتعصب. طبعا التعصب سمة يمكن من سمات كرة القدم والرياضة بشكل عام، فلذلك يعني تجد أن التعصب مثل الخطأ في القرارات التحكيمية يعني هي جزء من اللعبة. فأنا أتوقع أن التعصب جزء أعمى من اللعبة. يعني أنا ضد التعصب. جميل. ولكن كلنا ضده، وكلامك جدا جميل. خلينا نروح عشان يعني ناخذ الوقت، ايش رايك انت في كل هذه الاحاديث ان زكي الصالح قد يكون خارج اداره المنتخب، وانه راح نشوف اسم جديد اللي هو محمد الصنيع ومحمد السليم مرشحين جدد لهذه لمنصب مشغول الان؟ لجنه الانضباط لها 5 شهور مدري كم ما فيها رئيس،
وظاهر والسؤال لسه ما برد، واحنا الان في زكي الصالح الموجود اصلا في عمله. خالد شوف محمد، يعني اذا كنا بنتكلم عن المدير الاداري في الكره او اللي كان يسمى اداري الكره، يعني طبعا الانديه والمنتخب ايضا لم يعطي هذه الشخصيه يعني تلك القوه تلك المكانه الا في الفتره اللي اعتقد اشرف فيها تولى فيها المنصب الكابتن المصبيح. فهد المصبيح يعني كان صارم، كان في بدايته مع الهلال كان صارم، ايضا اعطى للمنصب قوه وهيبه وصار يعني شال حمل كثير وعبء كبير على الاداره، وصار هو اللي يتحمل درجة ان سمعت من الاشياء اللي سمعت عنه انه يعني كان ينام حتى في السيب في المعسكر، لان حتى اللاعبين ما يطلعون في يعني بدري على الثلاثه يطلعون في اخر الليل. لكن هنا نقدر نتكلم عن الان تجد ان الاداري تجد يعمل تحت الاداري يمكن حدود 5 أو 6 اشخاص. صحيح. يعني العلاقة بين اللاعب والإداري أصبحت من خلال أشخاص يعملون تحت أمرة هذا الإداري. إذا الثلاثة اللي إحنا نتكلم عنهم هم خالفوا أمر رئيس الاتحاد، ما تبغون يخالفون إداري زي زكي الصالح أو يعني إن رئيس الاتحاد هو اللي وجههم توجيه مباشر هم اللي خالفوه، فبالتالي لا أنتظر منهم أنهم يتعاملون بهيبة أو بجدية مع من يكون أقل منه في المراتب، خلينا نقول مراتب وظيفية. ودخلنا نسترجع الذاكرة ما شاء الله فهد الدهم ما شاء الله يرحمه، دكتور صالح بن ناصر، أحمد عيد، يعني مجموعة من الأسماء اللي يعني فيصل عبد الهادي أشرفت على إدارة المنتخب ولم نسمع بهذه المشاكل. علي داود صحيح، مع أنه في عهد علي داود كانت المشكلة الشهيرة اللي كانت بينه مشكلة ثنيان والهريفي، ولكن كان هناك قرارات صارمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان هناك قرارات صارمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم أوقف كل هذه الأمور التي يعني نجدها الآن بشكل كبير ومنتشر ولا نجد لها حلول. يعني حتى إذا كنا بنتكلم عن ما هي الإجراءات التي من الممكن أن يعني تحدد فيها ما هو دور الإداري وما هو دور اللاعب، أنا أتوقع بل أجزم أنه في بعض الأندية أن الإداري خاف من اللاعب. ايه وبعضهم يسمونه يعني زي ما تقول مندوب علاقات، مندوب علاقات هم، مو بانه في فتره جت لو نذكر كان عبد الرزاق ابو داود اعتقد في الاهلي او طارق كيار انا ناسي تمام، كان سامي الجابر في الهلال، كان سلمان القريني في النصر، كان شكل مدير الفريق له وضعه يعني، وكان حتى معطى صلاحيات كبيره، وكان يعني اذكر في بعد كل مباراه يشكرون حتى اللاعبين مدير الكره، كان في نوع من العلاقه الاداريه اللي فيها ضبط وفيها إدارة حقيقية. خالد في بس في الخبر حق الرياضية محمد العاصمي كتب أنه مصادر خاصة قالت أن زكي الصالح لا يجد قبولا واسعا بعد حادثة الخروج، لا يجد قبولا من إدارة الاتحاد، من الجمهور، من الشارع الرياضي بالإجمال. ما ندري بصراحة ممن خالد توقع من مين أنت ما يجد؟ والله أنا أتوقع من اللي صارت العقوبة ضدهم من اللاعبين فقط يعني، لا في 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 ممكن تقول في جهات اخرى يعني متضرره من العقوبه، عقوبه اللاعبين، لكن اتوقع انه يمكن اخذ عليه زي ما يقول عماد اللي هو تسريب الخبر انه كان مفترض انه يغطى في داخل المعسكر، وزي ما حدث في معسكر سابق ايضا وغطي داخل المعسكر، الا انه انتشاره حسب على زكي الصالح. وامس كنا نتكلم عن عقوبه لزكي الصالح، وهذه العقوبه راح تكون عقوبه غير معلنه، ويبدو انها اتضحت الان معالم هذه العقوبة، لأنه الإبعاد من إدارة المنتخب. تقصد العقوبة على إيش؟ على أنه ما وزع اللائحة اللي كانت إيه، ما تم توزيع اللائحة. ويبدو العقوبة هذه الآن بدأت تظهر. صراحة تحتاج توضيحات خارج، في أسئلة كثيرة دائما بعد هذه المواضيع. وهذه المشكلة. إحنا مع تجاوزها، ولكن أيضا مع يعني مع الحرص على إيجاد أو وجود إجابات شافية، بحيث أنها ما تفتح ملفات وهي معلقة، تبقى معلقة وتفتح ويعني يستنجد بها أو يستحضرها كل يعني مستفيد في فترات قادمة، لأن الأمور بقيت معلقة. ما أجمل من أنه تقفل كل المواضيع كل بأي طريقة، يعني لو قفلت مثلا بإدانة، أعتقد عقوبات اللاعبين هي شيء، ولكن في إطارات أو في يعني أمور على اتجاه أكبر كان مفترض أنها يعني تصدر خلال اليومين الماضية، وإيضاح أكبر، ومعها يغلق ملف تماما، لا نخوض فيه مجددا ولا يخوض فيه أحد من جديد. أيضا اسمح لي أخوي محمد أضيف، يعني أيضا مسير أو صاحب القرار الذي يتخذ القرار في مثل هذه الأمور، يعني تجده ينجرف مع ما يقوله الإعلام، يعني والإعلام في المنتخب لاحظنا محمد أكثر مرة كان أخذ قضية مختار فلتة، صحيح، يعني دائما عشان اللاعب هذا
لاعب اتحادي وعشان لاعب يعني هنا المشكله. يعني اذا انت بتنجرف مع ما يقوله الاعلام فلن تصدر يعني عقوبه او تصدر قرار يعني في محله او قرار مناسب. فعلى هالاساس تجد الامور عائمه ولا تجد ان هناك يعني حل جذري وحل نهائي، وبالتالي سوف تستمر المساله. تدري وش المشكله؟ المشكله في المشكله دائما في مدعين المثاليه، خلينا نقول اللي يقول لك والله انا مع عقوبه ذولي بس كان الاول يعاقبون اللي قبله، كنت اطالب عقوبه الاول بس دامهم ما عاقب الاول لا يعاقبون الجديد. تبدا في الاطار يعني في هذا الجو، خلينا نسميه المشحون، جو انديه وعلى حساب المنتخب، بس بلغه انه احنا ترانا مع المنتخب. هذا شاهدته كثير بصراحه في الاعلام. ضف عليها حاجه، انا ما كان ودي اتكلم عن العقوبات لكن انت ذكرت العقوبات. تجد بعد صدور اي عقوبه من الاتحاد السعودي لكره القدم او من اي جهه تصدر عقوبه، تجد ان الاعلامي يتحول من اعلامي الى محامي لهذا اللاعب، ويدافع عن هذا اللاعب ويذكر بعقوبات سابقه ويذكر باحداث سابقه، وبالتالي نجد ان الامور قاعده تاخذ مجرى غير المجرى اللي احنا نتمنى تكون فيه، والمسار اللي احنا نتمنى انه يكون في الطريق الصحيح حتى نجد ان شاء الله تعالى منتخبا قادرا على المنافسه في ظل وجود الانضباطيه سواء كان في اللاعبين او في الاداريين. وين نروح محمد؟ نروح للخبر الثالث من صحيفه الشرق الاوسط. في صحيفة الشرق الأوسط، الهلال يبحث عن العبور أمام الخوية. طبعا هذا الخبر الذي كتبه الزميل فهد العيسى، طبعا خبر طويل تحدث فيه عن آخر استعدادات الفريق الهلالي لمواجهة الخوية اليوم. طبعا يبحث الهلال عن تأكيد تفوقه على نظيره الخوية القطري ومواصلة مشواره نحو دور نصف النهائي دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفا مساء اليوم الثلاثاء على نظيره القطري في ملعب عبد الله بن خليفة بمقر النادي بالعاصمة القطرية الدوحة في إياب دور الربع النهائي الذي قطع فيه الهلال مشوارا كبيرا نحو التأهل إثر فوزه العريض في الرياض برباعية مقابل هدف يتيم للخوية. طبعا تفاصيل الخبر طويلة ولكن ما يهم في هذا الخبر أن الهلال اليوم على موعد إن شاء الله تعالى مع إنجاز جديد يتحقق واستمرار الانتصار الذي تحقق في الرياض، وبالتالي الانتقال إلى الدور نصف نهائي لكي ينتظر الفائز من فريق نفط الإيراني والأهلي الإماراتي. محمد، بالامس كان هناك المؤتمر الصحفي. خلينا نحكي شيء عن المؤتمر للمدربين. طبعا هو في شيء انا اللي لفت انتباهي في المؤتمر ما ذكره جمال بالماضي في رساله وجهها لمدرب الهلال وقال ان المعطيات الان تغيرت. فانا ما ادري ايش يقصد بالمعطيات التي تغيرت، يعني انا اعرف ان كره قدم 11 لاعب مقابل داخل أرضية ملعب مقابل 11 لاعب، كل فريق لديه التكتيك المناسب لأداء وحركة اللاعبين داخل أرضية الملعب. يبدو أن الأمور تتجه إلى يعني الجانب النفسي أكثر من الجانب الفني لدى السيد جمال الماضي، لأنه ليس لديه ما يخسره اليوم، يعني الفارق كبير وأيضا الخصم والمنافس أيضا فريق كبير، فبالتالي يبدو أنه سوف يلعب على الجانب النفسي أو الحيلة النفسية يعني حتى يهيئ فريقه ويحاول على الأقل يعني يقلل من عزيمة الفريق الهلالي في مباراة اليوم. صحيح، هذا ملاحظ حتى وهو يذكر بالغرافة، يعني أنه هذه الذكرى تحفز فريق الأخوية، ويتحدث أنهم مكتملين، يلعب زي ما قلت على الوتر النفسي، وأعتقد أنه من حقه، ويعني سلاح يعني له أن يستخدمه في أرضه وبين جماهيره. فعلا ذكر الغرافة اللي حذر منها حتى كبار لاعبي الهلال القدامى، والذين تحدثوا عن هذه الذكرى تحديدا عندما تغلب الهلال على الغرافة في الرياض بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. ذهبوا إلى هناك أيام جريتس، يعني في عز الهلال، ذهبوا إلى هناك وخسر الهلال المباراة ب3-0. الشوط الثاني أو الشوط الإضافية فيها استطاع الهلال أن يلحق بعد أن تقدم غرافة أيضا برابع، استطاع الهلال أن يعود بهدف تعادل ومن ثم هدف فوز، فانتهت أعتقد 5-4 نتيجة المباراة، لكن النتيجة النهائية ما أدري كم. لكن أنا ودي أرجع لنقطة
يعني بالأمس كنا نتكلم عن الجانب النفسي. عفوا نتيجة المباراة كانت 4-2 اللي في قطر واللي هنا 3-0. كنا نتكلم عن الجانب النفسي في تجهيز مثل هذه المباريات. على الرغم من أن ظروف الفريق الخوية صعبة ونسبة في تجاوز الهلال نسبة ضئيلة، ولكن يظل أن هناك العامل النفسي في التدريب. يعني الآن ما يقوم به اللاعب طيلة أيام التمارين سوف ينعكس عليه في داخل المباراة. فإذا كان هناك تمارين بشدة وحزم وانضباط وقوة وحرص وتركيز، كل هذه الأشياء سوف تنعكس على اللاعب داخل أرضية الملعب في وقت المباراة. أما إذا كان هناك تراخي تساهل فبالتالي سوف تنعكس أيضا على اللاعب في أرضية المباراة. ما أخشى على الهلاليين أن يدخل فريق الخوية بهذه الروح القوية العالية منذ بداية التجهيز والاستعداد لهذه المباراة إلى أرضية ملعب في يوم المباراة، وأتمنى من السيد دونيس أن يدرك هذا الشيء وبالتالي يحاول الخروج بنتيجة المباراة حتى ولو كان وهذا ما لا أتمنى، لو كان يخرج خاسرا بهدف مقابل لا شيء أفضل من أن يغامر في ظل وجود فريق داخل إلى هذه المباراة وهو لا يخسر شيء أو ليس لديه ما يخسر. ما يخسر صحيح. بالفعل صحيح ليس لديه ما يخسر، يعني هدف راح يدخل فيه اليوم زي 4 أهداف صحيح. في مباراة اليوم. هذا يمكن. كيف توقع الجماهير الهلالية اليوم؟ والله من خلال ما قرأنا ومن خلال تواصلي مع بعض الشباب اللي ذهبوا للتواجد هناك، يعني يبدو أنه راح يكون في الجزء الخاص بالخوية مجموعة من الجماهير. نعم هذا ما حدث مباراة السد والهلال أيضا كانت الموسم الماضي دور 8 و4 كان محدد الهلال أعتقد 8% أو شيء من الملعب في يعني ما أن بدأت المباراة حتى يعني فتحت البوابات للجماهير الهلالية فامتلأ الملعب بالهلاليين. اليوم المباراة الأخوية في السد أعتقد عبد الله بن خليفة سيلعب الهلال أمام 10,000 مشجع بإمكان الجماهير القطرية إن كان من تفاؤل لديها بعد الرباعية أن تملأ هذا المكان يعني الملعب ليس بالكبير، ولكن مهما أيا كان رقم الحضور لابد أن يكون مؤثر وأن يكون داعما للفريق ويعني أن لا يحبط بعد هدف أو هدفين لا قدر الله إن كانت يعني مبكرة. خالد يعني مفترض أن يكون يعني في تركيز اكبر ومعرفه بنتيجه المباراه السابقه وتقدير لها. عندك شيء تقرا خالد؟ والله في شيء لكن ما اعتقد انه يستحق القراءه. هو شو ما اعتقد انه يستحق القراءه، يعني الحديث عن حلقه امس انتهت، انا في حلقه اليوم. صحيح. حلقه امس راحت بخير او شر يعني. نصراوي تيما يقول ليس لدى الهلال مشكله ابدا في تجاوز الأخوية، المشكله في كوانزو. سلطان غوانزو لحقين عليه يا نصراوي تيما، بس نخلص من أخويا إن شاء الله، وغوانزو يجندل كما غيره عندما ينطلق الهلال. سلطان سلبت السابعة منا ظلما وقهرا فيا رب إنك العادل وفوق كل ظالم، اكتبها من نصيب هلالنا هذا الموسم. سلطان يقنت عند الظهري. عبد الله الصالح يقول لو معهم هلالي مع قبو ما أعتقد يا عبد الله. وعبد الله الحمود يقول المنتخب المفروض يكون مستقلا عن اتحاد الكرة تابع الرئاسة العامة حتى تزداد خبرة وعدل اتحاد القدم. ديك سنثر خالد يقول الساعة 7 فلتصمت الدنيا لتسمع صوتنا ولينطق التاريخ يحكي مجدنا. هذا ديك سنترز أو ديك سنتر إن شاء الله نقرأ اسمك صح. حسام سيدني يقول بالتوفيق الفريق القطري، لك أن تتمنى فوز القطري ولكن بإذن الله أنه نرى الهلال غدا أو نحتفل غدا هنا بتأهل الهلال من عنق قطر أو من عنق الأخوية. ريانة العود كبش الفداء هذه المرة صار زكي الصالح، من زمان المفروض زكي بعد من إدارة المنتخب. هذا رأي خالد. في شيء؟ والله انت في واحد تحداك، انا قعدت ادور ما لقيت. لا قريتها في نفسي خلاص. قريتها في نفسك؟ كسبت التحدي. ممتاز. قريتها كويس. قريتك في نفسي. لماذا لم يعاقب نايف؟ اعتقد يا ابو خالد انه اعاده امور كهذه في هذا الوقت ما عندنا اجوبه واضحه لكل الاسئله اللي ممكن تطرح، لانه اصلا المسيري منتخب المفترض يتواجدون على مثل هذه الطاولات ويجيبوا عن اي استفسار كان ولا يتركوا الامور معلقه.
البحار يقول الدكتور عبد الرزاق أبو داود شخصية أقوى من رئيس الاتحاد، لكن وضعت له العراقيل فضحهم ولم يستطع أحد التحقيق معه. ممكن نعرف ليش بالضبط؟ يعني افترض أنه يظهر يعني أحد الملفات المعلقة. خالد الهلال يقول اليوم قدها إن شاء الله نفرح ونتأهل ونفرح في كأس دوري أبطال آسيا، كلنا الثقة بدونيس وخياراته وكافة اللاعبين. هذا الهلال 56. دفاع الهلال المتوقع اليوم كواك ديجاو و اي ديك سنتر واضح يقول ذاك وذاك. هذا كل شيء ممكن نقرابه في نقرا من هاشتاج البرنامج. روح للمان اللي بعده خالد. روح للمان اللي بعده خاصه ورانا عماد. انت تقرا في نفسك تقول ليش ما تقرا؟ اليوم جايب ايباد وامور طيبه. لا ايباد جايب من امس. من امس جايب طيب ورا ما تقعد ورا ما تقرا يعني. لانه في بعض التغريدات يعني انا ما تجاوزها. انا والله انا ما ودي يعني طبيعي ما ودي اني اضيع وقتي ووقت البرنامج ووقت المشاهد بقراءه مثل هذه التغريدات يعني التي لا تصب في صالح هذه الحلقه. يعني تغريدات قديمه اعتقد انها اي تقصد اللي يرجعك لحلقه امس كذا لا حتى حتى شكرا لمتابعتك حتى وان كانت حتى وان كانت يعني حتى وان كانت مواضيع هادفه ولكنها يعني فات الاوان عليها. صحيح فات الاوان فات الاوان. لا نقلل من اي تغريده، لا نقلل من اي مشاركه. صحيح. ان كان هناك تغريده حسنه فهي تعود لصاحبها، وان كان هناك تغريده سيئه فهي ايضا تعود لشخصيه صاحبها. ولكن الظاهر يشتري خيزرانه بكره. ولكن كل ما نتمناه ان يعني التغريده التي سوف نقراها في هذه الحلقه انها تكون خاصه بهذه الحلقه والعناوين التي اخترناها في هذه الحلقه. العنوان القادم وين؟ نروح للعنوان القادم هناك صحيفة الجزيرة في العنوان القادم. جماهير الزعيم تتوافد بحثا عن التذاكر، وإدارة الأخوية تلتزم الصمت بحضور الرئيس. الهلال يختتم تحضيراته لحاسمة الأخوية. طبعا كنا تحدثنا عن تفاصيل هذه المباراة وأيضا عن وضع الجماهير. عبد الله الحنيان هو من كتب أنه توافدت الجماهير الهلالية البارحة على يعني الدوحة لدعم الفريق في لقاء اليوم، وأن الرئيس النادي ونواف تمياط مستشار الإدارة بالإضافة لأمين العام النادي سامي بخضير كانوا قد تواجدوا في تمرين البارحة. إدارة الأخوية التزمت الصمت حيال مطالبات الهلاليين بشراء تذاكر أكبر من المقرر، ويعني في تفاصيل كتبها عبد الرحمن عن موقعة اليوم وما حدث البارحة في المعسكر الهلالي والمعسكر المعسكر الأخوية. في شيء نعلق عليه ونروح الخبر اللي بعده برضو خالد؟ والله أعتقد أن قرأنا الخبر يعني سبقنا له حنا استعدلنا شوي. ننتقل الخبر اللي بعده؟ نروح الخبر اللي بعده. الخبر القادم في صحيفة الرياض الدوسري أنتظر المشاركة ودونيس لا تراخي الليلة وسنرفع شعار الهجوم. طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الرياض حول المؤتمر الصحفي الذي أقيم للسيد دونيس مدرب نادي الهلال واللاعب سالم الدوسري الذي شاركه في هذا المؤتمر الصحفي. وشدد مدرب نادي الهلال دونيس على أهمية لقاء الأخوية القطري يوم الثلاثاء، وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نحن مستعدين لخوض هذه المباراة الصعبة أمام خصم قوي، وجميع اللاعبين يدركون أهميتها وأهمية الوصول للدور المقبل. يملكون رغبة كبيرة في تقديم مباراة ممتعة، والهدف الأكبر بالنسبة لنا هو تحقيق البطولة. من جهته أكد لاعب وسط الهلال سالم الدوسري استعداد فريقه للقاء، وقال: استعدينا بشكل رائع وصحيح، أننا تمكنا من الفوز بفارق 3 أهداف في الذهاب، ولكننا سندخل المباراة بكل جدية ولن ندخل المباراة بشكل دفاعي مبالغ فيه، وسننفذ كل ما يرغب فيه مدرب الفريق. وردا على سؤال دنيا رياضة إن كانت فترة غيابه عن الملاعب منذ لقاء الذهاب للإصابة، قال: مدرب النادي عمل برنامج خاص لي، وكنت أأتي في الصباح لأتدرب وحدي وبشكل انفرادي بعد فراغ الفريق من التدريبات، وفي المساء وعلى المستوى البدني أنا جاهز تماما للعب. عموما هذا عين العقل نقدر نقوله إذا جاز التعبير، عين العقل في التصريح سواء كان من السيد دونيس أو من الكابتن سالم الدوسري. طبعا السيد دونيس في إحدى الصحف ذكر في نفس المؤتمر الصحفي ولكن ذكر بصيغة مختلفة أنني لن أغير أسلوبي في هذه المباراة، ويبدو أن الكلام الذي ذكره السيد دونيس اتضح من خلال ما ذكره الكابتن سالم الدوسري أننا لن نلعب بأسلوب دفاع بحت ولكننا سنهاجم، لأنه بالفعل الهلال لديه القدرة على أن يهاجم ويكسب المباراة. وين المباراة من بدري؟ سجل جول واحد بإمكانه المباراة. ما شاء الله لعبتنا كل مسيرة، ديجاو يسجل، كواكي يسجل،
جحفل يسجل، سعود كريم يسجل، سلمان الفرد، سالم الدوسري، ايلتون الميدا، يعني لديه العديد من اللاعبين لديهم القدره على التسجيل. فاعتقد ان اعتقد اي تسجيل هدف في الربع الساعه الاولى والنص ساعه الاولى من المباراه سينهي كل الاحلام القطريه او الاحلام فريق الاخويا، وسنكون يعني سنحتفل وقتها ان سجل الهلال في بدايه المباراه هدفا. سيكون مطالب الفريق القطري باربعه اهداف لكي يتعادل فقط. طيب باقي اربع دقائق محمد، ايش رايك نترك فيها مجال للمشاهدين الكرام وناخذ تغريداتهم، واذا كان في امكانيه ان نتواصل معهم انت. طيب قبل تروح التغريدات، توقعاتك المباراه، يعني كلنا نتمنى طبعا فوز الهلال، ولكن توقعاتك المباراه كنتيجه؟ والله توقع صعب في مثل هذه المباريات، يعني انت شايف الهلال نفس فريق اللي لعب المباراه الماضيه، ما راح يكون لكن لن تحرص على التسجيل، لن تكون مباراه صعبه على الهلال، لن تكون مباراه صعبه على الهلال سواء فيما يتعلق بالهجوم او الدفاع، لن تكون صعبه. اذا اراد الهلال ان يهاجم فلديه القدره على ان يهاجم ويكسب المباراه، اذا اراد الهلال ان يتحفظ ويحاول ان يخرج من المباراه بنتيجتها بدون أدنى جهد يذكر فلديه القدرة على ذلك. جميل. أنا عجبني في حديث سالم الدوسري كابتن سالم، آخر كلمتين قريتها أنه مدرب بالفريق عمل لي برنامج خاص، كنت أتدرب لوحدي بشكل انفرادي بعد الفراغ من التدريبات في المساء، وكنت أتي في الصباح أيضا أتدرب لوحدي، أنا جاهز تماما للعب. هذه العقلية اللي نحتاجها من سالم وأيضا من إبراهيم غالب، من الجميع بصراحة، اللي عنده مشكلة، عنده إصابة، عنده تأخر، لابد أن يكون حريصا على نفسه، لأنه هو في النهاية يسوق لنفسه ويفيد نفسه بالإضافة لفريقه ومنتخبه. عموما واضح من السيد دونيس أنه يعني يعطي الإدارة واللاعبين صورة أنه هو في حاجة لكل عنصر يتواجد معه في داخل أرضية التمرين وتواجد معه داخل تشكيلة الفريق الهلال، بدليل أنه في لاعب مصاب معهم أخذوا للمعسكر للدوحة لتكملة برنامجه العلاجي، وبالتالي يعني وجوده وقربه ضمن المجموعة التي سوف تدخل في. لا بالعكس، هذا شو يعني حاول تكوين كتلة أو فريق ثابت. اقرا شيء من الهاشتاج. والله انا ما تعودت علينا اقرا الهاشتاج، لكن بقرا والله يعينك علي. طيب طبعا خالد ينهو باذن الله هلاليه مستوى نتيجه، نقول ان شاء الله. عامر المسهري، نواف محمد يسلم عليكم، يقول اتوقع هلاليه 3-1، نقول ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا كلنا اخويا مع الهلال الليله. يعني أنا مستغرب إحساسي يقول نفوز بنفس النتيجة، يا رب يا كريم. طيب. إن شاء الله يفوز الهلال، الهلال قادر على الفوز إن شاء الله، نقول إن شاء الله. طيب. أكثر ما يخيفني هو التهاون بالمباراة والركن عند نتيجة الذهاب. طبعا أنا ما أقرأ الأسماء، أقرأ التغريدات يعني حتى ما يكون في حرج. طيب. وكل إنسان غرد يعرف تغريدته. محمد كمل. إبراهيم الحواس يقول دونيس مدرب رائع، عليه عدم الخوف من أي فريق. الزيادي يقول سنبارك لمن يفوز، خليجنا واحد. شكرا على هذه الروح الزيادي. سالم السويدي، الكويت تعلن جاهزية ملاعبها لكأس الخليج، هل تم نقله من الكويت أو تأجيله هذه السنة؟ ما الجديد في ذلك؟ سالم أعتقد أنه البطولة ستقام في ديسمبر في الكويت. صالح المالكي، يجب أن يلعب الفريق للفوز فقط وينسى نتيجة المباراة السابقة. MM-R يقول بالتوفيق للهلال وبإذن الله يرجعون بالثلاث نقاط. خالدين، هو أكثر ما يخيفني التهاون بالمباراة والركن لمباراة الذهاب. عايد الحارثي، لا مشيت على خالد معلي محمد، إن شاء الله يجيب جحفر يسجل. عليه اللابي يقول يبدو أن مقدمي البرنامج لا يتوزعون الأدوار بالتساوي، لذلك تتكرر أخطاء وتدخلات والارتباك. ابدا علي مش ارتباك، بالعكس هذه من باب انه والله محتاجين منسقك علي، اذا انت تزورنا في القناه. لا لا يعني هو قد يكون لاحظها ومن حقه، بس احنا نحاول نكون يعني اكثر بساطه، تشوف الجرائد منطلينها بيننا، نحكي في موضوع نرجع موضوع ثاني، والجمهورنا يعني اللي او جمهور القناه اللي تابع برنامج. حلاوه التقديم في هذه الحلقه اخوي محمد، يعني ما عاد في وقت اللي هو التواصل مع الجمهور الكريم. صحيح، هذا اللي قاعد يصير. هذا اللي شكرا علي، شكرا للملاحظه، يعني في النهايه مقدره. وسعود، تتوقعون يشرك الشمراني مع الميدان من بدايه المباراه؟ ما اشركه ويحتاج الفوز، فاكيد ما راح يشرك اليوم. البحار كذلك. رايد يقول وانتم تتكلمون عن النصر اذكروا الله وقولوا ما شاء الله صلوا على النبي. طبعا ما شاء الله على الجميع، بس عماد يقول في فصل الحلقه. طيب لم يبقى لدينا الكثير مشاهدي الكرام، هذا ما سمح به الوقت المخصص والمتاح لنا في هذه الحلقه في تقديم هذه الاخبار التي اختارها
مشكورا من الإعداد الزميل عماد البلوي في هذه الحلقة التي سعد بإخراجها الزميل فهد العتيبي، وقدمها لكم مع أطيب تحية محمد خاتم خالد البيشي. إلى اللقاء. مع السلامة. حقت الإذاعة.